لرامي بره، اسماعيل يستلم، دوجا يسلم لرامي تحت الحلقه، يطلع لكوري على التسويب وثلاثيه ويلم رامي. برافو رامي، اول ريباوند واول نقطتين للاتحاد من نصيب رامي ابراهيم. يا ولد يا ولد يا ولد على الديفنس، وراح شوشه ودانكو والاروع. شوشه شوشه كوري يقف على كورته، كوري ويدي السمعة على التصويب، سمعة بيفا. يا ولد يا ولد يا ولد، سمعة بقى سمعة، وياخد الكرة المرتدة ويطلع لشوشة. شوشة بينزل تحت للسمعة، بيشوط تاني ولا ايه؟ يا ولد يا ولد، تاني ثلاثية لسمعة. ما زال التعادل بيخيم على اللقاء، واحنا داخلين على الخمس دقايق، ودي واحدة كده اهوت من رامي، اتحرك له كوري ويشوط كوري، وفي ديفنس معاه من عبد الفضيل ويسجل ثلاثية. رائع يا كوري رائع. مؤمن دوجا يفكر في دخول، ياخد سكرين من اسماعيل ويعمل ايه؟ يطلع لاسماعيل. يا ولد يا ولد يا دوجا يا دوجا، ويدي اسماعيل، واسماعيل يسجل. طلع من البيز لاين، يوصلها طوليه لشوشه، شوشه بياخد الاسكريم من هيثم عشان يدي اسماعيل تحت الحلقه. يا شوشه يا سمعه يا شوشه يا سمعه، ايه الجمال ده؟ ويعمل تقدم لسموحه، السمعه يدخل ويسجل نقطتين عشان يبقى 19 اتحاد 21 سموحه. اتفرج دولا ودولا، ثلاثية رائعة والله يا دولا. ادي اول ثلاث نقاط يسجلهم في الجيم الحاتم البحيري. دولا على التصويب، يسجل دولا نقطة الاتحاد رقم 23. مع ديفنس من احمد عادل، ينجح احمد عادل في خطف الكورة. عادل الحقيقة بقى يعني في الديفنس، لا 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 لا، ملوش حل ملوش حل. الدولا شد ليه؟ ادي بص ميدو بيعمل ايه؟ بص ميدو بياخد ويطلع لحاتم، وحاتم يستلم. دفاعات الاتحاد بقت عافيه، والكابتن فادي بياخد مستقطع. ميدو عادل بيطلب الكوره، ميدو يقول له لا روح انت انا هلعب، ويدي لحاتم. ياسر صالح على الثلاثيه، يا ولد يا ولد يا ولد. ادي السمعه، ميدو ياخد سكرين من هيثم، يقف ويشوط ويسجل. متوسطه، متمكن ميدو يا جماعه متمكن. يسجل الاولى، لعيب كبير يا جماعه اسماعيل احمد، وجوده في الملعب بتحس ان في طمانينه كده للفرقه. برافو يا سمعه. يسجل الثانيه، كوري رامي ابراهيم على التصويب، بيفكر ياسر صالح، مؤمن دوجا وسكرين من اسماعيل. وادي كوري، كوري بيدخل متوسطه ويسجل كوري النقطتين. نروح للنقطه 35، سمعه بيقول لكوري تعالى عشان يديها له، ويستلم تاني، وجابه طالع له على الديفنس. وشوشه ياخد الكرة ويطلع من اعلى نقطة. شوشة بيحب شوشة قوي بقى الحاجات ديت. سلم لرامي، رامي يقف على الكورة للسمعة. شوشة ماسك ايديه كده اهوت من الوقعة اللي فاتت. وادي كوري هيعمل ايه؟ هيشوط ثلاثية، بيسجل. الحلول موجودة وانا ما شوطش ليه؟ يطلع لرامي لكوري، السمعة يطلع لميدو على التصويب. ميدو ثلاثية يا ميدو، ثلاثية يا ميدو، ثلاثية يا ميدو. سمعة ميدو، سمعة على التصويب، يسجل ثلاثية أولى للسمعة. يقطع ميدو ويطلع، يجري كوري، وكوري يجري دولا، ودولا طبعا ما قالش لحد وسجل نقطتين. ادي كوري ينزل لاسماعيل،
لا 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 السمع بيتحرك. وفوري بيقول له خد خط ديت لو سمحت. ويدي الكوري يدخل كوري ويسجل نقطتين كوري. ميدو على التصويب ثلاثية ناجحة. ميدو الملعب مليان الحقيقة مواهب يا جماعة، الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. عبد الفضيل يستلم تحت، ياسر يقطع ويطلع لميدو، هيشوط ميدو، سجل ميدو، سجل ميدو، ثلاثية ميدو. والتانية يسجلها عشان يوصل بالاتحاد للنقطة 60. ينجح رامي في تسجيل الرمية الثانية. حاتم لدولة، هيثم يطلع لكوري، لهيثم لدولة. هنا الديفنس جيد، الديفنس جيد، وادي ينجح عادل بقى. الحل الفردي هنا بقى هو الحل في المنطقة الأمامية. كوري ينجح في تسجيل الرمية الأولى. ويسجل الرمية الثانية. الرميات الحرة طبعا بتعمل فارق في نسب اللاعبين ومعدلات التسجيل بالنسبة للاعبين. كرة الاتحاد الحيازة، وادي السمعة مجددا بالملعب. حاتم البحيري لوحده بيشوط ثلاثية ويسجل. برافو يا توما، برافو يا حاتم. لهيثم اتشيكي، سمعة سمعة. ميدو يعدي ويقف ويسجل نقطتين. حاتم، هيثم لحاتم على الدخول يسجل. حاتم، حاتم النهارده على فكره بيعمل ماتش من الماتشات الحلوه. يبقى نادي الاتحاد بيلعب دلوقتي بيفوت واحد. هيثم ويدخل. هيثم ايه يا عمنا، ايه يا عمنا، انت فين يا عم هيثم؟ ويسدد. ميدو دوله، يدخل دوله ويطلع لحاتم. حاتم يدخل ويسجل الليب. النهارده حاتم الغزاله رايقه يا حاتم والله. 5 دقايق، ادي حاتم هيسلم لمين؟ لرامي. احمد عادل ياخد الكوره ورامي. يا سلام رامي، هنا بقى الحقيقه رامي قال له شوط انت بقى، انا ايه، سيب لي الموضوع دوت وشوط براحتك. قد 8 نقاط. وادي حاتم، رامي جاي، وادي حاتم يدخل. مفتوحة ولا ايه؟ ايه يا عم حاتم، ايه الحلويات ديت؟ في بطء لحد ما في زمن الهجمة، ودايما الكرة بتقف. وادي كوري بيسدد متوسطة ويسجل، سنسو عالي كوري طبعا. سدد لكوري والسمعة. حاتم يدي السمعة تحت، سمعة سمعة بيلعب بجازه وياخد الفاول. على فكرة اسماعيل احمد ده مجرم اوي بقى، مجرم بصراحة اسماعيل احمد. يا سمعة دقيقة 48 ثانية والسمعة بيشوط الاضافية، يسجل السمعة وينجح في تسديد الثانيه.